استاذ عمرو، بنرحب بحضرتك معانا على يعني شبكة المصير، وعايزين نعرف اكتر عن الدعوة القضائية اللي حضرتك رفعتها ضد ارتفاع او رفع الدعم عن الخبز. اهلا وسهلا بحضرتك، نورتينا وشرفتينا، وتحياتي لجميع متابعي الموقع. طبعا احنا كنا رفعنا دعوة قضائية اليوم امام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة للطعن على القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية فيما تضمنه بتحريك سعر رغيف الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرش، يعني بزيادة 300%، لأن القرار ده بمجرد الإعلان عنه من قبل الحكومة قوبل برفض عارم وسخط وغضب من الشارع المصري، خاصة في ظل الأوضاع اللي بيعيشها أكتر من 80 مليون مصري بيستفيدوا من الدعم، في ظل موجة ارتفاع وغلاء الأسعار بصورة يومية وانخفاض قيمة الجنيه وقلة الدخل وعدم انضباط أو السيطرة على أسعار السلع الغذائية. طبعا رغيف العيش أو الخبز هو رغيف الحياة، وهو إحدى كفتي ميزان الحياة وصمام الأمان لأي نظام حاكم على مر العصور، وبالتالي بيعتبر بمثابة أمن قومي لا يجب المساس به أو الاقتراب منه، لأن رغيف العيش هو الغذاء الأساسي لأي إنسان موجود على وجه الأرض مش في مصر بس. فلما كان عندنا أكتر من 75 مليون أو 80 مليون مصري بيستفيدوا من نظام الخبز المدعم بسعر زهيد في ظل موجة ارتفاع الأسعار والأوضاع وتردي الأوضاع المعيشية، فما ينفعش إن الحكومة بدل ما هي تاخد بإيد المواطن وتخفف عنه أعباءه المعيشية اللي بيعاني منها، إن هي تزود عليه هذه الأعباء وتحرك سعر الرغيف 300% زيادة كبيرة. زيادة كبيرة محدش يقدر إن هو يتحملها. هم شايفين إن مفيش رغيف ب5 قروش وإن هو مش هيفرق مع السواد الأعظم من الشعب المصري، لأ هيفرق جامد جدا، لأن إحنا عندنا نسبة كبيرة جدا من الأسر المصرية بتعيش تحت خط الفقر، أسر معدومة الدخل، الجنيه بالنسبة لهم بيمثل مبلغ كبير. الموضوع ارتفاع سعر الرغيف ل 300% هيمثل إرهاق للكثير من الأسر المصرية وهيزود أعبائهم المعيشية، فكان لازم إن احنا نعرض الملف على قضاء مجلس الدولة بصفته قضاء للمشروعية، بيراقب مدى مشروعية القرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية ومدى مطابقتها وموافقتها للقانون من عدمه. ولما جينا بحثنا في مشروعية هذا القرار الصادر برفع سعر رغيف الخبز المدعم، وجدنا أن هذا القرار منعدم الأثر القانوني وموصم بعدم المشروعية، لأن هو بيخالف مبادئ وأحكام ثابتة في الدستور المصري الصادر سنة 2014، خاصة المادة 79. المادة 79 من الدستور ألزمت الدولة بكفالة حق المواطن المصري في إن هو يحصل على الغذاء الصحي الكافي اللي بيبقيه على قيد الحياة، وإن هي توفر له هذا الغذاء، ومنعت هذه المادة من الدستور فرض أي عقبات تحول ما بين المواطن وما بين حصوله على غذائه الأساسي المتمثل في رغيف الخبز. الأمر الثاني، لما بحثنا في مشروعية هذا القرار وجدنا أن هذا القرار قد صدر بالمخالفة لأحكام المادة 101 و124 من الدستور. الحكومة في كل سنة مالية المفترض أن هي بتتقدم بمشروع لقانون الموازنة العامة وبتعرضه على مجلس النواب،
وبيبتدي اعضاء مجلس النواب بيناقشوا مشروع هذا القانون، والقانون بيكون بيتضمن بند المصروفات وبند الايرادات. بند المصروفات المفترض ان بيبقى فيه النفقات اللي الدولة بتلتزم ان هي بتنفقها على المواطنين والمتمثلة في دعم الخبز ودعم السلع التموينية ودعم السولار ودعم البنزين ودعم الكهرباء والمياه. وبالتالي لما جينا بحثنا في الأمر لقينا ان قانون الموازنة العامة سواء اللي تعارض في 2023-2024 لم يتضمن تخفيض او رفع الدعم عن بند دعم الخبز. ايضا مشروع القانون الموازنة العامة للعام الحالي 24-25 ايضا لم تتقدم الحكومة بهذا القانون وتطلب من مجلس النواب ان هو يوافق على رفع الدعم الجزئي عن رغيف الخبز. وبالتالي القرار ملوش اي سند دستوري، بالاضافة الى ان السلطة التنفيذية ممثلة في وزير التجارة والتموين يعتبر ان هو تعدى اختصاصه الوظيفي واغتصب سلطة البرلمان، لان البرلمان هو المنوط به الموافقة على قانون الموازنة العامة. وبالتالي في الاخر القرار بيعتبر ان هو فاقد لركن السبب اللي صدر عليه، وبيعتبر منعدم من الناحية القانونية ولا يرتب اي اثر قانوني تجاه المخاطبين بهذا القرار. توقعات حضرتك خلال الفترة الجاية ان شاء الله، يعني حضرتك هتزف للشعب المصري اخبار سارة عن التراجع عن هذا القرار؟ احنا عندنا ثقة كاملة وتامة في القضاء المصري وخصوصا قضاء مجلس الدولة، لان قضاء مجلس الدولة هو قضاء المشروعية اللي بينصف المواطن اذا كان تعرض لاي ظلم او مظلمة وبيرد له حقوقه. فاحنا عندنا ثقة تامة ان شاء الله رب العالمين هذا القرار الغير دستوري والغير قانوني سيتم وقف تنفيذه والغائه للاسباب القانونية اللي احنا ذكرناها. كمواطن مصري بقى بعيدا عن القانون وعن يعني شغل حضرتك، كان ايه صدد القرار ده على الناس في الشارع؟ يعني هي الناس كلها رفضها طبعا. يعني احنا حضرتك لما سمعنا القرار ده اتصدمنا ان نسبة الزيادة كبيرة جدا 300% مرة واحدة، واعتقد ان دي هتكون البداية لرفع الدعم عن رغيف الخبز. هيفضل يتم تحريك الدعم لحد لما يترفع عنه الدعم كلية ويبقى سعره بسعر الرغيف السياحي، وخصوصا ان هذه النية افصحت عنها الحكومة ان هي عايزة تستبدل الدعم العيني بالدعم النقدي تخفيضا للنفقات، وده هيؤدي الى كارثة، لان ايا كان المبلغ النقدي اللي هيتم تعويض المواطن بيه او الاسرة بيه سواء كان 500 جنيه او 1000 جنيه اعتقد ان المواطن هيبقى محتاج قدهم 5 اضعاف علشان يقدر يلبي احتياجاته الاساسية، خصوصا ان في ملايين الاسر المصرية اصبحت عاجزة عن تلبية الاحتياجات الضرورية اليومية ليها ولولادها. بس نشكر حضرتك جدا. العفو.